FM. الكلمة ليك. كما كنا بكري شوية كان بحثنا سي يونس الفرح حكينا أكثر على سيت كوم سيبتي العزيزة السبعة. تلقاو بعد شوية فيديو على باج راديو كابا فهم سيور فيسبوك وإلا على شين يوتيوب متاعنا. سينو نكملوا أكثر على الأعمال الرمضانية ونحكيو على فلاش باك اثنين مع المنتج وفرحانين برشا باستقبال سي نجيب عيات. صحة شريبتك سي نجيب. صحة شريبتكم. غانم الزريلي بطل زاد المسلسل أو واحد من أبطال المسلسل زاد بالنسبة فلاش باك اثنين. صحة شريبتك غانم. صحة شريبتك مالك. صافا صحة لاباس. صافا صافا. أنا ما نحكيو اليوم أنا برشا نحكيو ضيوفنا من الوزن الثقيل منورينا ومشرفينا. قبل هذايا مباركوا لهم مباركوا للغانم الفيلم اللي كان متميز في كان ورجعنا من بعد 17 سنة على كف عفريت الجميلة والكلاب. تتويج مهم برشا وجاب جايزة كمام وحاجة ياسر فرحتنا ولبدني قشعر معناها كي نشوفوا التوانسة منورين في التابي روج. شفنا زادة سي نجيب عياد اللي مباركوا له زادة اللي باش يكون هو مدير الدورة 28 أيام قرطاج السينمائية ومسؤولية كبيرة برشا ولكن أكدين على الأقل ومعملين برشا وعنا ثقة في خدمة سي نجيب عياد اللي كان نورنا في برشا حاجات مدة عامين. سي نجيب عياد من المنتج المنفذ للمنتج نحطوا الباكو رهان ومغامرة كبيرة. الموسم الأول اللي فلاش باك كان على الحوار التونسي والموسم الثاني على التاسعة. واحد من الاثنين تظلم لا تحكي على الجزء الأول ولا الثاني في تقديرك أنت يعني وفيهم اللي تظلم كونش الزوز يظل لي أقرب للحقيقة شكون أكثر. لا هذا أكثر هذا أكثر. لأنه المسألة وليت بون نيش ما لا لا عبش نقول لكم أنت وراني معينيش باش نحكي على لودي مات وعلى حسين زرقوني وسيجما كونسي ولكن أنت علنت الحرب. ها علنت الحرب وما زلت مع الحرب هدنا توا شوية. لا 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 الحرب تنجم تكون بالهداوة تنجم تكون في أطر أخرى مش بالضرورة في الأعلام. فأعتقد أنه بون تتمنى احنا عملنا مسلسل وعملنا الجزء الأول اللي أعتقد أنه لقى نجاح لدى الجمهور المحترم. مانيش باش نقول احسن وافخم واضخم وكل حكايه هذيك الكل افعل تفضيل نخليها لغيرنا. السنة عملنا 20 حلقه مواصله مباشره ل معناها لفلاش باك هذا الجزء الثاني. واعتقد انه كذلك النجاح كان موجود والجمهور كان نسبيا موجود و يعني بالنسبة للناس اللي اشتغلت في المسلسل هذا أعتقد أنه أغلبهم معناها سعداء بهذا العمل ونقول لكم بكل وضوح بكل صراحة راني الخدمة هذه أحترمها جدا وبالنسبة لي ما نحشمش بها وندافع عليها بكل ما أتيت من جهد. هو ما فماش شك أنه عمل مميز بروح سينمائية مخرج من السينما تصويرة فيانا في الكتيبة موزيكا ياسر حلوة. ظلي سي نجيب عياد من قليل اللي الخدمة تحضر على بكري والمونتاج والميكساج والموزيكا وغيره تاخذ وقتها في عقلها تتخدم كما يجب بالتريزة بتريزة السينما خلينا نقوله. بقى هذا ما يمنعش الجزء الأول القى نجاح ولكن خاسر فلوس. احنا الجزء الأول الحاجة الممكن اللي ميزته هو أنه كان الأول في الأوديمات ولكن 800 مليون هو الأول في الأوديمات. كيفاش؟ دونك معناها لكن الإشكال أنه تعدينا في النصف الثاني من رمضان ونصف الثاني من رمضان هو نصف صعيب برشا إذا ما نقولش غادر وينجم يكون قاتل من ناحية المستشارين. للأسف الشديد المستشارين عندنا ما عادش عندهم رمضان عندهم زوز رمضانات. رمضان الأول 10 أيام دونك العشر أيام الأولانيين هذوك تلقى الناس الكل موجودة والمستشارين كل موجودين تحط الباكو. العشر أيام الثانيين تبدأ تقص تطيح الكوتة تطيح الكوتة. العشر أيام الأخرانيين ما عادش فما مستشارين ما يسميهم الشياح شباب توا ما يسميهم شباب توا الشياح في العشر أيام الثالثين. فعلا قلنا الجزء الأول أنت قلت خاسر 800 مليون برشا برشا فلوس ما قلتناش الثاني قداش ما زلنا عاد ما عملناش الحساب. تقديراتك تصور تعرف علاش قادم ولا تقديراتي باش يكون اكثر شويه من هال لانه عملنا 15 حلقه
السناغ 20. دونك بالنسبه لي نحن ولكن ما نحبش نطرح المساله هذه. انا نحب نكون ايجابي، نحب نكون ايجابي. انا بيدي نحب نكون ايجابي. كل صيف هي مغامره وانا اللي قررتها، وانا اللي حتى حد ما نزل عليا ولا ما قال لي اعمل ولا دير ولا كذا، قررت. الحاجه الباهيه انه بالنسبه للسنه اللي فاتت القناه اللي هي قناه 9 ساهمت معايا بتسبقه اللي فاتت الحوار. اللي فاتت هي الحوار، معناها تنتج بفلوس فقط لا غير. السنه فما تسبقه من عند القناه دو. يعني الفلوس اللي باش تدخل باش تدخل القناه 9، وبعد كان يظل فضل الحاجه وبطبيعه الحال مش باش يظهر حتى شيء. دونك معناها امورنا واضحه. دونك المساله هذه صابون نظيف، اللهم صل على النبي، احنا نستناو في العيد تجيشي المهد نتاع العيد من عند من عند اهل البر والاحسان. وذاك هو البقيه الباقيه كما قلت هي مغامرة نتحمل تبعاتها، نتحمل مسؤوليتها على الأقل على المستوى الفني. أنا فرحان بها، راضي نسبيا بطبيعة الحال، لأنه يعني فما هينات وما الواحد ما نجمش يقول أحسن عمل وكذا، لكن أعتقد أنه عمل جيد، عمل محترم، عمل من أحسن العمل اللي تعملت السنة، باش ما نصنفوش الأول ولا ثاني ولا ثالث. وبالنسبة لي يعني نجم نقولوا أنه مغامرة من جملة مغامرات اللي انا اعتز بها. نمشي شويه لغانم زرالي من نجوم فلاش باك. قبل ما تمشي له بالله انا نحب نشكره قبل ما تشكره. تدلل سي نجيب اكيد لازم تشكره على الحاجه الاولى. بصراحه لون دي ريفيلاسيون، يعني واحد من الشخصيات اللي انا اكتشفته سناء اكثر من عملاو، بينما معنا عملاو ودوره كبير عملاو. هو ذا باش نرجعوا له. لكن سناء اللي عنده سناء كان اكثر. كان عنده أولا المساحة أكبر، وثانيا دخل للدور بطريقة غريبة وعجيبة، يعني ولا معنى كي يجي البلاتو ولا سلومة سلومة. دونك غانم مسرحي سينمائي وفي الدراما ضربت مع المي، أنا هكا اخترت نقدمك شخصية علي ما نجموش نمروا عليها مرور الكرام من مسلسل عمر، وشخصية سلومة في فلاش باك. ناشط بالكدا سينمائيا، مجموعة من الأعمال مميزة السنة في الدراما كما قلنا ضربت مع المي، بعد شوية على المسرح. اي والله عندي برشا كريدي في المسرح. باش نرجع خاطر ماهوش ساهل الحقيقه في تونس اليوم، معناها باش تعمل مسرحيه اصعب من بعد كيما حتى شيء ما عاد ساهل. كيما كان يحكي سي نجيب على الانتاج نتاع مسلسل، كيما حتى الانتاج نتاع مسرحيه يلزمك تاخذ فلوس من الوزاره وما يكفيوش باش تعمل مسرحيه. استنى الدعم من بعد 8 4 عروض وما يكفيوش باش تعمل مسرحيه، ومن بعد تدخل في سيركوي غالط نتاع التوزيع. انا يظهر لي معناتها مازلت ناخذ في ريكول باش نجم نعمل نحب اذا باش نرجع نعمل مسرحيه اليوم يلزمها تكون مسرحيه يعني مجده، معناتها يكون عندها وزنها، ترجع للمسرح اللي هو في تراجع كبير في العالم الكل مش كان في تونس، مع على الاقل يكون عندنا شرف محاوله ان نجموا نعملوا حاجه جديده، خاطر اللي قاعد يصير توا كله اشترار نتاع حاجات قديمه. قبل سلومه نرجع شويه لشخصيه علي اللي اذا توانسه نساوي شويه معناها فما ردود افعال كانت عنيفه شويه نوعا ما، نحكيو على فتاوى اللي خرجت شويه، غانم في السريه ما حكيناش عليه برشا اللي في الميديا. فرصة باش نحكيو عليه. دي بون سيتي اون اكسبيريونس مغامرة زاد، على خاطر أول مرة باش يتمس شخصية كيما هكا، دونك سيتي بريفيو لي رياكسيون وقتها، مي الحمد لله تعديت. سلامات. موجة تاع عام ولا اليوم. بون المسلسل مازال يتعدى راهو اليوم، فما مازال يتعدى في تركيا، مازال يتعدى، مازال لي رياكسيون يجيو توا معناها على المسلسل. للأوف قبيلك شوي. اللي قبيله شويه مازال يعيش. تصورنا كونه المسلسل ضخم كيما هذاك بنجوم كبار، نتصور حل باب للدراما العربيه. افكتيمون معناتها بون للدراما العربيه ما نجمش نجزم، لكن هذاك هي سيت اون ايكول، الخدمه نتاع لي فانتيزي هيستوريك والجو هذاك الكل. حاتم علي انا خدمت معاه في مسلسل عمر، وسنا عودت معاه تجربه في مسلسل اوركيديا اللي هو قاعد يتعدى توا في ابو ظبي تي في، لكن الوضع في سوريا ما عادش كيما قبل. دونك التجربه نتاع مسلسل اوركيديا هي تجربه انسانيه بالاساس، لانها لمت ناس تتخيل انه ممكن ما عادش يتلموا، انه واحد ولا موالي ولا اخر معارض ولا اخر ما نعرف شنو. دونك لمت الناس الكل
ولما حتى الجمهور اللي تشتت اللي كان فما جمهور كبير في سوريا وراء الفانتازيا التاريخية والنوع هذاك من الأعمال السنة عاود تتلم الجمهور وراء مسلسل أوركيديا اللي هو قاعد يلقى في نجاح كبير. دونك انا في التحكي على الدراما العربيه انا يظل لي فم وين دخلت ما دخلتش للدراما العربيه الكل. باي ما تراش اللي ينجم مازال يقلق موضوع الفتاوى والتهديدات خاصه في تونس توا كي ولينا نقيموا الاعمال بالاخلاقي ولا اخلاقي ومش ما يجيش وعيب وما يتحطش الخمر وغيره ما يخوفش الفنان نجمو نرجعوا للقايه هذاك نتاع تهديد وخايف والمتفرج ما يفرقش بين الشخص وبين الشخصيه معناه ينجم المواطن يحاسب سلومه في الشارع ما يحسبش غن يقول له كيفاش تعمل هك. صحيح 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 هذا فما منه والمشكل ماهوش في المواطن راهو المشكل اللي حتى الاعلام عنده دور كبير على خاطر كيما فما ناس كي تحضر بحذاهم في بلاتو معناتها تبدا تدخل في نقاش فني موضوعي معقول يعدي معلومه صحيحه كاعلام لانه يعني اسمه اعلام المفروض انه يثقف الناس انه يعدي معلومه صحيحه كيما تلقى روحك ساعه لساعه في كلكو بلاتو دو تيلي ولا حتى دي راديو اللي يبدا يحكي معاك هو بيدو لو جورناليست يحكي معاك على اساس سلومه معناتها يبدا حد يفعل الناس هكاك ولا يجيب لك واحد ينبر يلم لك البيرسوناج اللي انت عملتهم الكل ويقول لك انت هذا قلته معناتها ولكن فما ممثلين هو هكاك معناها نجح في شخصيه معينه بعد ساعات ما فيهاش خدمه ومجهود كبير ولكن الناس حبتها بعفويتها بغيره يقعد يعيش بالشخصيه هذيك تشوفه في سيتكام تشوفه في بيوب تشوفه في برنامج العام علاش يدور هذاك برشا تسمى تشوفه في السيت كوم كي تخرج بيوب تشوفه هو في البيوب بنفس البيرسوناج ومن بعد نرجعوا للسيت كوم ما فماش دونك حتى الفنان عنده دور ولا بيان سور معناتها راهو اذا تحكي على ابداع تحكي على كرياسيون تحكي على شخصيه عندي انا التمثيل مرتبط بشخصيه لازم واحد يعمل شخصيه وقت اللي نخرجوا من المنطقه اللي بي معناتها لازم يكون اللي هو انه فنان ممثل يعني مبدع يعني يلزمه شخصيه باش ينجم يلعب وقت اللي يولي مكتفي لدرجه انه الحاجه الاولى تختف معاه يقعد حياه عمره فما عاد شي حب يخرج منها سيك ماهوش مبدع معناتها فيك غلط. سي نجيب عندك رأي في النقطة هذه معناتها خاطر نسمع في كلمة مبدع ولا نسمع في كلمة فنان يعني فنان لا تنطبق على الناس الكل مش على خاطر واحد عمل دور ونجح فيه وقعد يخدم فيه حياته الكل انه هذاك فنان. الفنان هو الانسان اللي يتلون مع الادوار معناها تاخذ غانم الشرير في نجوم الليل الطيب في مثلا في شو اسمها في فيلم كوثر بن هنية يعني حتى في فلاش باك شفنا الرومانسي شفنا الرومانسي على محلاه وجدت علينا وجدت عليكم في المرحله الاولى جدت على برشا ناس دونك ومعناها والشخصيه المركبه والمعقده واللي تنجم تقول معناها بطبيعتها يعني تجلب الانتباه واهميه الادوار هذه بالنسبه للممثلين راهي اهميه قصوى والانسان اللي كيف ما صح عليه سلومه هكا ما عنده هذا الدور بهالتعقيد هذا والتركيب هذا مهم برشا اعتقد بالنسبه لي اهم جدا لانه هذاك اللي يخليه هو سع اولا يتستي روحه وثانيا يخلي الجمهور يتفاعل معاه بطريقه مختلفه ويدخل في تحدي ما بعد سلومه وغيره. نتذكر وقت اللي جاء الاقتراح نتاع سلومه وقريت هكا شويه معناتها سيتي ان كود فودر ديبار ما ماش حتى واحد دور مغري عنده ممثل في داخل ولا مغروم حتى بالحكايه ما تغريش الحكايه انه يعمل شخصيه كيما هكا معناها رغم اللي انا وقتها ويتذكر سي نجيب كنت على بروجي نتاع كوثر مازلنا وقتها بريباراسيون نحضروا فيه جيزيتي ترددت زعما لا والحكايه تجبد فيا تجبد فيا وبعد مشيت لكوثر قلت لها كوثر راهو انا باش نعمل الحكايه هذه يا اخي فريمون معناتها لافي كومبري اي هوزمون كو جلي في خاطر انا كنت تنقصني هالتجربه اللي باش نعملها في التلفزه في تونس كذيف معناتها ما نحبش نقول انه ما عادش باش نعمل ولا حاجه مي نتمنى انه يجيو ناس اخرين ويجي يرجع سي نجيب خاطر سمعت حاجات ما نحبش نسمعها انا نحب ياسر الخدمه في البلاتو نتاع ريف برودكسيون على خاطر تصرعت تحس روحك في عائله في دون اون فامي معناتها مرتاح ياسر جو السينما مش جو التلفزه بمعنى 30 سيكونس اون بلوس سي نجيب الفي ابيل دي ريليزاتور كي اسيور معناتها اللي تنجم تتناقش معاه في شخصيه وكل فما شخصيه فما دي ريليزاتور
مقيد غيليزاتور ما يفهمش معناها بيرسوناج ولا هو بيدو اللي يعيط لك هو بيدو اللي يعيط لك باسم شخصيه بعد سي نجيب التجربه هذه اللي قلنا على الاقل ماهيش رابحه حد التو ندمت عليها لا عمري ما نندم حاجة هي مغامرة أولا فنية رو. وأنا بالنسبة لي إنسان تعلمت أن نغامر وتعلمت أنه ما نردهش وقت لي نحطها في بالي ونقررها ننطلق العواقب بطبيعة الحال نحاول مانيش إنسان تقول أنت مغامر بالمعنى مغامرة مدروسة اي دائما مغامره مدروسه من هي لا منتج قبل كل شيء لكن يعني بون تقول انت على الاقل انا دائما نقول يلزم نربح على تابلو ما نجمش نربح على دو تخوا تابلو نربح على الاقل وحيد كان نربح الفني ولا الارتيستيك يعني مهم جدا وانا بالنسبه لي اعتقد انه السنة عن سيناريو اعتقد انه من احلى السيناريوهات اللي انجزتهم يعني كنقول انجزتهم كشركه انتاج يعني ما في الخدمه في التريزه في طريقه التعامل في تركيب الشخصيات في اعطائهم روح في هذا الكل يعني هنا نحيي السيناريست نتاعنا اللي هما فريال قلال وسنة البعزيزي اللي والفكره كذلك الاصليه لربعه سافي اللي بالحق انه نقول لهم شابو لانه في ظرف قياسي ما تعرف احنا الجزء الثاني ما قررناه كان بعد ما كملنا الجزء الاول جوستومون هو هذايا يعني الجزء الثاني ما كانش مكتوب من الاول الا ما تقرر كونه قادمين نحن على الجزء الثاني تمت الكتابه نتصور صارت بعض المراجعات الجزء الاول فما شخصيات اخذت مساحه اكثر كما سلومه مثلا وشوفناها محركه في الاحداث ما تعرف انت كي تكتب في المره الاولى تكتب لشخصيات اما كي تكتب وعندك قدامك ممثلين وخصوصا الممثلين اللي ديجا خدموا في الجزء الاول بطبيعه الحال تولي تركز على الممثلين هذوك تقول شنو هي نقاط الضعف عنده وشنو هي نقاط القوه هات نركز على نقاط القوه ونبعدوا على نقاط الضعف نتاعو فبطبيعه الحال هذا الكل ياثر هذا نعطيه اكثر مساحه هذا اقل مساحه هذا ممكن نركزوا له على القضيه الفلانيه او الاكس الفلاني وحتى الجزئيات الفلانيه حتى في شخصيته فبطبيعة الحال هذا الكل يعطي اون ريشيس سوبليمونتير يعطي معناها نوع من الثراء الاضافي بالنسبه للشخصيات واعتقد انه نجحنا فيه. نجحنا فيه بيان سور معناتها انا نشوف الرياكسيون نتاع الناس وانا بيان سور نعمل فيه دور معناتها كنت نحكي مع سي نجيب كونو جيتي ميم سيربري في حاجات في الجزء هذا بالذات نتاع فلاش باك يعني نحب نحيي مراد خاصة كي اسيوري اللي سيتي با ايفيدون الحقيقة جيب يعرف اما خلطنا باش وصلنا البرودوي محترم وانه ينجح وانه حتى الناس قالت انه احسن وانضج من الجزء الاول وهذا معناها يتحسب للناس كل اللي خدمت على البروجي هذا. جوست احنا بعد نرجع بعد اخبار 11 ونص باش نحكيو اكثر على فلاش باك اثنين من النواحي الكل تقريبا مش نخليو حتى النواحي الكل. تحت التصرف يعني. انا بفضلك سي نجيب احنا فرحانين انت بحذانا اليوم نرجع كما قلنا بعد اخبار 11 ونص السهريه حتى لنصف الليل نخليكم مع فهمي الرياحي خليو الاغنيه تعنيك ممكن الدنيا بخوت قال لك في الاغنيه الدنيا بخوت الدنيا بخوت نرجع بعد شويه. تعنينيش برشا الحقيقه. برونو مارس في ذاتس وات اي لايك نكسو حتى لل 11:36 دقيقه مرحبا بالناس الكل اللي سهريه على كاب فهم نكملوا معكم ان شاء الله حتى للنصف الليل تحيه كبيره للمستمعين الكل اللي يخلي في كومنتاتهم وتعليقاتهم بيان سور على باج راديو كاب فهم شيخ فيسبوك ولا زاد حتى كان يكلموا فينا 31 36 37 50 كملوا مع ضيوفنا نحكيوا اكثر على الاعمال الرمضانيه منهم فلاش باك اثنين المسلسل 20 حلقه ضيوفنا اليوم سي نجيب عياد منتج المسلسل وغانم الزريلي واحد من ابطال المسلسل الناجحين واللي كرهوه في المسلسل غانم ثم شكون ولا يكرهك من هذا يكره سلومة مش انت بالطبيعة وكما فما شكون تعاطف مع سلومة سلدة حاول يخلق له مبرر يعني النوع هذا بتاع الشخصيات المهم فيه انه يخليك تشلق بالتناقض اللي موجود في المجتمع معناه انه غريب انه يكرهوا بالصفه هذيك وغريب انه فما ناس تحبوا بالشكل هذاك زاد بعد بورتون في الكتيبه ما شفناش مبررات معناها اللي تخلي سلومة يوصل هكاك شنو معناها؟ يعني في الكتابه بعد ساعات نجم تكره شخصيه
وفي جانب معين تتعاطف معها على خاطر هي وصلت للمرحلة هذيك برشا حاجات في صغره وفي في في كذا برشا حاجات أثرت فيه وصلت للغادي نجم معناتها تنجم تشد أنت البرسوناج تحكي عليه من نهار اللي تولدت حتى لينك الوقت لكن نحن نعمله في مسلسل في 20 حلقة دونك باش يظهر البرسوناج فما الخدمة نتاع الممثل هي هذاك أنه يظهر النوت كوتي يظهر في النوندي نتاعه ساعة لساعة في رياكسيون بسيطة تنجم تعدى ما يتعدى إحساس صادق يتعدى إحساس صحيح نتاع أنه مثلا نذكر أنه شخصية سلومة تقتل ولد صادق المحويشي ما فماش في المسلسل حاجة تثبت أنه هو قرر باش يقتل ولو انه يقول حتى يقول ما يقولهاش نتاع معترف 100% معناته وكانه من كثره ما هو تحسر في تركينا ولا يهاجم في الناس الكل لوحده ولا يحب ينتقم يلقى روحه يقتل من غير ما يشعر وهذا مثلا تعدى من حاجات او المبررات تقعد للمتلقي هو وحده يتخيل ويحاول يخلق مبررات للشخصيه باش توصل غاديكا هذا مهم برشا الاكد في الحديث حكينا فيه وحتى راي مجموعه كبيره مهمه من المتفرج من الناقدين من الممثلين فما رضا كبير على فلاش باك عمل مميز ولكن فما سوق يحكم ما تراوش الاثنين كونه المرشي المشاهد متعود مده عام كامل على مشاهد معين على عنف على اثاره على لغه حرشه على غشه وغيره هذا الكل يخليه يتوجه للماده معينه وينسى ماده فيها ماده دسمه ولا ماده دسمه هذه الكلمه هذا الكل يظلم فلاش باك والله لا معناها لانه فلاش باك ما يصليوش على ذيله زاد يعني الفلاش باك فيه العنف فيه عنف فيه العنف بدرجات وقف بارابور لا أما أما عنف أي. عنف اللي مبرر. اللي ما هوش مبرر ما هوش يعني عنف عنده منطق يعني بعد كي نقول العنف يعني كي نشوفه الصادق يعني لطفي معناه يعطي في الكفوف ولا في التريح ولا كذا رينا رينا معناها العديد من الأشياء اللي هي تدخل في باب العنف ولكن موفق بما في ذلك العنف اللفظي لكن حاجة مبررة جدا وبطبيعة الحال احنا بالنسبة لينا على المستوى السيناريو وعلى مستوى الـ يعني المسلسل يعني احنا ندوا بالتصورات هذه مثلا انا يعني سمعتوش في مسلسلنا كلمة ولد حرة مثلا معناش وبرشا كلمات رغم انه بالمنطق المتعارف عنا ولد حرام وفما اللي تحب تجيب ولد حرام وفما كذلك بالنسبة لنا كلمة ولد حرام هذه ممنوعة نهائيا لأنه بالنسبة لنا هذا معناتي باش تدخل في 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 أمور أخلاقية حرشة كلمة حرشة برشا كلمة حرشة معناها تتخيل أنت أم بيبي تجي تقول عليه معناتها بيبي مازال كي تولد قلبك معدي غانم أنا نعرف تجي تقول عليه ولد حرام معناتها أنت تريسك أنك تخلق مجرم ربما نهار آخر ولا تخلق عاهة اجتماعية ولا معناتها من بشر اللي هو معناتها مازال كي بطل الدنيا معناتها مجموعة من الأعمال تنجم تخلق مجرم غدوة بيان سور سي دونجور يعني وقت اللي تتفرج انت في حلقه فيها ربع ساعه ولا 20 مينوت فيها 250 مشتى و64 نحكيو على دنيا اخرى خلينا نسميهم كيف سي ريديكول مان تفرجوا فينا العباد البرا يقعدوا يضحكوا يقولوا شنو يعملوا هذوما معناتها هذوما قاعدين يستثمروا في المنسوب نتاع العنف اللي ارتفع في تونس من 2011 لتوا قاعدين يستثمروا فيه يغذيوا فيه زيدوا عنف على عنف برا اختصوا في ما نامبورت كوا قلت يضحكوا علينا كيشوفوا ولاد مفيد بيان سور دنيا اخرى لا ولاد مفيد دنيا اخرى محترم نوعا ما دنيا اخرى خانتني الكلمات فقط دنيا اخرى سي ريديكول معناها يضحك ياسر يضحك بالموفي سونس معناتها العباد تضحك مش فاهم علاش تضحك يعني وقت اللي يبدا ممثل صادق شارلي شابلان تو يضحك في الناس باش يضحك في الناس لانه لانه كرياتور لانه يخليك يكشف المتلقي على ضحكه في روحه وهو ما يعرفهاش على خاطر الضحك فيه برشا انواع من الضحك حشاك فما قل تربية معناتها فما واحد يضحك من قل تربية ينطبق هذا على دنيا اخرى وي ينطبق على الاخر لانه قاعد يحرك في الحاجات شنو قوية الكلمة اللي قلتها هو قاعد راس ماله هو العنف اللي موجود عند الناس وعشقهم للعنف اللي في برشا لا وعي قاعد هو يحرك فيه ومعناتها عرفت كيما واحد يبعول ما عرفش يبربش فيه في عند العباد باش هكاك يضحكهم برا ما حلاه والله يكلاك شو كيف نص ساعه ويك في الكفوف حاجه تضحك الناس تتفرج غن الناس تتفرج الناس تتفرج برشا زاد الناس تتفرج كيما تاكل البريك في رمضان الناس تتفرج في كل شيء
يدي غلط هذا لوديمات وهذا خير وما خير. الناس تتفرج في كل شيء باش نبداو واضحين. اذا فما حاجه شدت العباد ولا خلتهم يتسائلوا ولا حكي تظهر. واذا فما حاجه كضحكه اعطيني واحد خرج بفكره من دنيا اخرى، خرج بحاجه، خرج بسؤال في مخه طورت فيه حكايه معنى. بالعكس قاعده تغرق في العباد في الجهل وفي المصايب وفي العنف وكا ومعنى. نحن ديما نقولوا راني سب المشاهده لا تعني جوده المنتوج العمل هذاك، يعني حتى يسب المشاهده. ولكن جيب امبريماتور ماهيش نقطه استفهام باللي قلته هذا الكل. الناس تتفرج يخرج لك نسب المشاهده اللي لازم نقفوا عليها الناس الكل. شنو بالكم الهائل اللي قلته هذا الكل الناس تتفرج هذا ما يطرحش ما يطرحش سؤال مهم، علاش التونسي يتفرج في هذا وهذا ما ينفعه شيء وينجم يضره، ولكن يتفرج فيه ويتفرج فيه بالبرشة زاد يتفرج فيه خاطر ما معناتها. شوف الشان نتاع الحوار التونسي اكثر شان يتفرجوا فيه في تونس هذا صحيح، اما يتفرجوا فيها 250% ولا 30% ما نعرفش. على كل معناتها في رمضان شو مش يحط؟ يحط التلفزه التونسيه اللي يتفرجوا فيها اكثر جيرانه واصحابه وعائلته وكل، باش يحط باش يلقى البرودوي هذاك باش يتفرج فيه مش تفرج فيه. اما انه البرودوي شنو هو؟ ما كان باش ياكلوا معناتها حاشاك في رمضان العباد صايمه في الليل تاكل كل شيء. ما حتى في التلفزه زاد معناتها يفون كونسومي اللي باش يلقاوه. الحكايه تدخل في منطق من باب المسؤوليه نتاع الفنان شنو باش يقدم للناس معناها. تنجم تعطيهم معناتها برودوي كيما هذاك وتنجم تكون مغامر وتعطيهم. لا مسؤول البرودوي هذاك؟ ما في حتى 4 جرام مسؤوليه. ذاك تعرف شنو ذكرني البرودوي؟ نعرفهم راهو الاولاد بالقدا معناها ونعرف امكانياتهم. خريجي المعهد. ويحزنني اني نشوفهم في الحاله هذيك. خريجي المعهد. مالوريزمون في المعهد اللي انا تخرجت منه في فتره من الفترات، ولكن يجي واحد ما عنده حتى شيء في مخه مش محضر الاكزامان نتاعو حتى شيء، يدخل يقول نامبورت كوا. السيتواسيون تاع انه قاعد يقول في نامبورت كوا ضحك الطلبه. درا شنو اللي صار في فتره ولا هذاك اللي يعمل هكاك ياخذ 17. فما ناس ولات ماشي بالها هذيك هي الحكايه قاعد تعمل فيها وكا مش بالضروره اي واحد خارج من المعهد راهو ممثل راهو. وهذا قدرنا؟ شنو قدرنا؟ كل عام نقعدوا نشوفوا اعمال كيف من هكايه، فنيا ما ترتقيش الى مستوى معين ولكن هي تحظى بنسب المشاهده، تحظى برشا بوب، الفلوس هذيك تخليها العام الجاي تنتج، واذا اثناء عمل 10 دقائق العام الجاي يعمل 20 دقيقه ومن بعد يعمل 30 دقيقه ومن بعد هذاك ينجم يولي مسلسل، ولما لا ثلاثه؟ قدرنا نقعدوا لهنا؟ ما نعرفش قدرنا ولا مش قدرنا. نمشيو لهنا الانتاج سي نجم. لا فما حاجتين صح. انه انا نستغرب علاش الناس تتفرج وبالنسب هذه، ما تعرف انه في تونس تقريبا 90% الى 94% من التوانسه يتفرجوا على التلفزه التونسيه نتاعهم. وهذا معناه بطبيعه الحال بالنسبه لي من لازم يكون كان مؤشر جيد. للاسف هو مؤشر جيد لكن مؤشر ماهوش جيد لانه ما لا, لا, لا تنطبق الامور كان على شهر رمضان. دونك احنا اشكالنا شنو هو؟ فما زوز مشاكل. المشكلة الأساسية أنه التلفزات اللي موجودة اليوم سواء العمومية منها أو الخاصة للأسف الشديد باستثناء ممكن قناة ونص معناها شكون النص على القناة عندهم برمجة القناة واضحة أما النص شكون؟ والنص شكون؟ النص مقسم على اثنين زاد اليوم ما تنجمش تقول إجابة دبلوماسية يعني. لا مش دبلوماسية نجم نعطيك حتى الأسامي ماذا بي؟ مش تو نحب نقول انه فما اللي يعمل برمجه على ال 12 شهر. فما للاسف اغلب التلفزيونات ما تعملش برمجه على 12 شهر، ما نحكيش على الفيكسيون برك. نحكي على برمجه اللي تشد الجمهور. تكون برمجه شنو هو المحتوى نتاعها ما يهمنيش. يعني برمجه اللي معناها المهم منها انه فما جمهور يتبعها. بين يسب متفاوته لكن يتبعها. الاشكال هو انه اغلب التلفزيونات التونسيه اليوم بما في ذلك نقولها بما في ذلك الـ 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 الوطنيه. يعني ما يتفكروا هل طريقه البرمجه اللي في رمضان. فلهذا تلقى تلفزه اللي فهمت البرنامج هذا وعملت برمجه على 12 شهر وعندها جمهورها يمشي معاه وبطبيعه الحال يزيد يتقوى في رمضان. والتلفزيونات الاخرين اذا عندك حاجه اللي تقول انت شاذه وكبيره وهامه وحده الناس تتبعك، اذا ما عندكش
لا يوليك ربي، معناه بكل صفة نسب المشاهدة بستبقى دائما وابدا لصالح الإنسان أو القناة اللي عندها برمجة. تقول أنت على طول العام مهما كان المحتوى، وهذا نأكد عليه، راهي ماشي حكاية تعمل حاجة دسمة ولا حاجة هامة ولا حاجة، لا لا لا، تتعود الناس تربي المشاهد، تربيهم بالخايب اون بليس، تربيهم على اساس انه كل نهار الاثنين عنده الحاجه الفلانيه باش يتفرج عليها، نهار الثلاثه عنده كذا، نهار الاربعه كذا، الى اخره الى اخره. بون، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، في رمضان للاسف الشديد دائما وابدا معناه وكانه رمضان يصدم علينا واحنا مش فايقين، على غرده، على غرده، وخصوصا في 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 خذ الوطنية منطقيا قبل ما يوفى رمضان او قبل ما يبدا رمضان تعمل لابيل دوفر نتاعها على العام الجاي، ومشكله كبيره تولي في الوطنيه. الرموقة هذيك شكون شكون مش رموقة مش لازم نرجعوا للاعتصام، لا عاد كان شنو اسم الاعتصام هذاك، اربع سوايع ما يكفيوش، لا لا اعتصام يتسمى هذاك الوحده حاجه خفيفه لايت وصلنا على عينينا هذاك، وصلنا اضراب الجوع ولا نسيت اي اضراب جوع اي. انا نخدم سؤالك هاو مالك، نعرف مالي اليوم برشا كيما الصهريله قبلها وغيره. اخر سؤال وانا يحز في نفسي، شركات صبر الاراء سنين وهي تغلط في تونس في الانتخابات في الاذاعات في لي برودوي، قاعدة تغلط التوانسة كريمون، الفنان دوره يحط صبعه على الوجعة، وقتاش تحرك تحرك كان كي تمسه الفنان. انا بصراحه في الحرب ضد ضد ما سمي بالفساد او ما اسميته بالفساد في مساله سبل الاراء، انا من منطقي انه من ما كنتش نحبذ انه الفنانين يدخلوا في الـ في الـ في المشكله هذه. يعني بالنسبه لي يعني الفنان يبقى فنان باش يكون، ولكن يحط صبعه على الوجاعة يفيق التوانسة، انه يفيق توانسة ما فيها باس، لكن ما مش الالحاح اللي شفناه سنة. بالنسبه لي سنة في وقت من الاوقات سحبت نفسي لانه حسيت روحي في وسط مجموعه وكان باش نعملوا اعتصام معنا. دونك بالنسبه لي انا كان نهار يعرضوا عليا شخصيه حسن الزرقوني تمثلها ايوه مثلا سورتو لو ريغار نتاعو نهار يطلع الانتخابات على معناتها ناقصه 0.00 طلعها صحيحه قد زرقوني كرم الله وجهه. لا با باس بوان، لا كرم الله وجهه، لا يعني سنين انتخابات سي اماتو يفو افوي كو سي اماتو سي ان جيني سي ان جيني زاد اللي نجم يديريج الحسبه نتاعو وين يقرر هو وين يحب هو ويقنع وتنجم ما تغلبوش معناتها ينجم بالمات يقول لك هاي طلعت صحيحه اسفر شنو هي الطريقه اللي يعمل بها، ولكن هذا اختير برشا خاطر بطبيعتها فيها غولاتيفيتي معناتها بطبيعتها نسبيه حكايه كشفوا في رمضان السنه يعني فما اذاعات اما احنا خاطر طلعت الانتخابات صحيحه ولا نقولوا على عام كامل وهذا نجم يكون سياسه كبيره برشا معناها يقول لك خليني اربع نقاط رغم انه انا ما عيني ما كانش عيني باش نحكي فيها اما خليني نقول جوست كلمتين باش نفهموا باهميه الوجيعه. راهو اليوم شكون في السياسيين ينجم يتكلم ويقول كلمه في حسن زرقوني مثلا؟ الناس كل ولا تخاف منه، علاش؟ لانه يطلع ويهبط معناها في الانتخابات الشهريه هاو هذا يطلع على المدري وين والاخر هبط مدري وين، شنو مالي كريتير؟ عندكش؟ انا ما عنديش. السي حسن زرقوني عنده مبروك عليها، ما احنا كناس كمواطنين ما عندناش في وحده، دونك نقعدوا نتفرجوا اكسب نوع من خلق شبكه اللي تخلي انه الإمكانية أنه الردع ما مستحيل تجي لا من القضاء ولا من الحكومة ولا من مجلس نواب الشعب، ما تنجم تجي كان من الهيئات التعديلية اللي بالنسبة لي عندك الهيكة من جهة وعندك هيئة مقاومة الفساد، هذوما الاثنين اللي ما عندهمش هل المشاكل نتاع البوبولاريتي ولا نتاع الديمان. مسنود سياسيا؟ مسنود اكيد، قلت الكلمة هني كنت نفسر لك كيفاش. يعني هو مسنود سياسيا بي 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 لاسباب موضوعيه، بمعنى انه سيد اليوم في شر يطلع نجي جلول ويهبط زياد العذاري، ينجم الشهر اللي بعده زياد العذاري يطلع للفيرماما ونجي جلول يهبط، انا خذيت زوز اسامي ما عندهمش تقول انت حضور فاعل في السياسه كاكزومبل
اما نحب ناكد انه راهو اللي اختار نتاع نوعيه هالشركات اللي تتعامل بالشكل هذايا مع الارقام راهو اختار كبير برشا. واذا ما حطيناش الشروط نتاع كيفاش نعملوا سبر ارى سواء بالنسبه للامور اللي تخص التلفزه او بالنسبه للامور اللي تخص السياسه او بالنسبه للامور الاخرى رانا باش ندخلوا في حيط. فما شكون طالب مشروع قانون تتقنن العمليه معنا؟ احنا طالبين مشروع قانون عندنا سنين. علاش شكون رعواني هكاك؟ معناها وفما يحمي مصالح الناس. التجارب المقارنه موجوده. معناها التجارب المقارنة احنا ما نحبوا نشابهوا لأوروبا وديمقراطية وديمقراطية ناشئة. يا سيدي هات ناخذوا على الديمقراطية العتيق كيفاش يعملوا سبر الآراء. سبر الآراء راهو مقنن واضح فيه كذا وفيه من جملة ما فيه أنه ما يجيش واحد مسؤول على سبر الآراء معناها سبر آراء تونسيين يخرج كل أسبوع في تلفزة يخلص ولا ما يخلص ما يهمنيش. هو حتى ولو يخلص حتى ولو ما يخلص بطريقه اخرى أي. انا المهم مش انه يخلص ولا ما يخلص معناه مش ياخذ فلوس ولا ما ياخذش هو انه يكون حكم وترف ما يجيش يلزم. هذه نفهموها في تونس تخلقت تلمو تخلقت الاوراق عنا انه القاضي ولا هو المحامي زوز. وهذا يأثر على المشاهد سي نجيب. يأثر على كل شيء، يأثر على الحياة العامة الكل، يعني سواء في السياسة أو في فيما يخص المشاهد بطبيعة الحال. أنا كي نجي مثلا معناها الشعب التونسي ككل الشعوب يتبع. باش ما نعطيش الميزة خاصة لي هو. معناها أنت مثلا كي تقول أنه هل المسلسل هذايا راهم يتبعوا فيه 60-70%، الناس تولي تتبع. كي جماعة لي زانونسور أكثر شيء. معناها تجربة بسيطة ما نحبش نقول أنا هو العمل، فما عمل عنده نسبة مشاهدة بالضبط قد نسبة نسبة الوحدة. نسبة فلاش باك مثلا. العمل هذاك عنده بيب بدات بصفة محتشمة، ما يسوفي أنه دخلوا كبارات الحومة يعني لي مارك امبورتونت باش الناس الكل ولات في جرتهم. سيتادير انه تقول انت وين نسبه المشاهده بالنسبه للعمل هذا؟ ما فهمش وجه مقارنه بين هذا وذاك. يعني تقول انت اثنين عندهم نسبه المشاهده كذا وهذا عنده 20 وهذا عنده 5 مثلا. وهذا الكل راهو عنده علاقه ب لاكوتيمونس. راهو عندنا حاجه اسمها لاكوتيمونس يلزمنا نفهموها انه اذا تعود حد على حاجه راهو يمشي فيها. اذا تقول الوحده تقول له هذاك احسن عمل حتى ولو مش مقتنع يمشي. دونك بالطريقه هذه بطبيعه الحال ما ينجم يكون كان اختار على الجمهور نتاعنا. نحب نخرج شويه من السيركل نتاع سبر الاراء والموضوع اخذ ياسر رغم انه كنت نحكي فيه سبيني ولا جوست هم نسالك انت بعد ممكن الخساره نتاع 800 مليون في الجزء الاول وتبديل من قناه الى قناه وكذا، اليوم هل سي نجيب عياد يخمم انه يبتعد عن التجربه التلفزيونيه من ناحيه الانتاج؟ اكيد جدا. اللهم كان يعني سيطرت وهبلت وما عادش فلاش باك انتهى؟ فماش فلاش باك ثلاثة؟ لا لا وبكل صفة انتهى من 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 بدايته يعني بالنسبة لينا ما فماش فلاش باك ثلاثة. هذا المنطلق. الحاجة الثانية والأهم هو أنه بالنسبة لينا فما أمور واضحة. يعني تجربتي كمنتج نقولها كمنتج خاطر فما المنتج والمنتج المنفذ. هذا منتج يعني انا نحط الباكو كما تقولوا انتم. دوك نحط الباكو نربح ولا نخسر هذاك حكيتي انا. هذا بالنسبه لي في الوقت الحاضر انتهى. انهارت اللي يولي عندنا قوانين اللي تسمح باش الواحد كي يعمل سبر اراء يرى بكل شفافيه شنو النتيجه. يعني ما وقت ما عنديش مشكل. اما توا اليوم هاني سكوب عندكم انتوما راني بطلت باش نكون منتج في التلفزه للتلفزه. انه منتج ايه وانه منتج سينما ايه
ولما جملة يعني عندي ثلاثة أفلام إن شاء الله نكملهم السنة 2017 وما معناه بين الانتاج اللي على الأقل تقول أنت ما لا تخمم لا في أوديمات ولا في ما نعرف شنو تخمم وين باش تهز الفيلم تاعك وين الفيلم تاعك باش يوصلك وقتها هذيك على الأقل مغامرة معناها بالاساس بالاساس مغامره فنيه. سؤال قبل كل شيء سؤال اخير سنه ثم برشا اعمال رمضانيه شنو اللي جلب انتباهك؟ والله اللي جلب انتباهي الاعمال الصغيره الاعمال الصغيره صغيره على غرار يعني مثلا كيشوف كيشوف هذوكم هذوكم ايه حاجه معناها بالحق عجبتني برشا كي نشوف الحجامه نقول محلاه اش قالوا لك في الدوامه؟ دواما ناقص ناقص حاجه كونتنتي تونس ها كونتنتي باش تونس لا 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 كل شيء باش تونس وين لا لا اما نحب نقول انه كانت تجربه حلوه برشا ويعني وبالنسبه للظروف اللي تحط فيها المنتج المنفذ سي حبيب عطيه بالوحده والله نقول له شابو خاطر معنا في اخر لحظه ويعطيو الموافقة على سيناريو ما نص الباس ورسالت له يعاود يكتب وكذا فقط سيناريو صلح لي 2013 على بالي النص كان موجود كنت انت باش تنجو ولا لا مش 2013 2015 نحكي وما 2013 كانت عندي نص اخرين لا كان هي بطبيعة الحال ولا لا لا ما بكل صفة ما في الحكاية هذه النصوص راهي انا ماني في بالكم انه قررت من سنتين انه ما مدة 3 سنوات باش نتنحى ونخلي البلاصة الغير اذا بعد 3 سنوات ريت انه النجم نرجع ولا هما راهو النجم نرجع هذاك ورد وما اذا ما اذا هذيك هي هذيك هي دونك انا بالنسبه لي الشيء اللي نحب نقوله انه الدوامه مالغريتو تجربه اولى حلوه محترمه جدا محترمه معناها ناقص ممكن شويه تروشيكا برشا تروشيك لا بوتي يسميوها بالفرنسويه يعني ناقص اكثر تركيز وذكاء سي نجيب عياد غانم زري يعطيكم الصحه اللي كنتوا بحذانا هوني ربيتوا الدعوه مشكورين على التدخل نتاعكم تلقاو الفيديو بعد شويه على باج راديو كابا فمعنا كمان السهرين نتلاقاو ان شاء الله غدوه في ولاد الكاف مدى مدى ساعتين من حتى الخمسه ساي كملنا كملنا باش نروحوا يعطيك الصحه وليد في الاخراج قبلك نبيل زاد احنا نتلاقاو كما قلنا غدوه في ولاد الكاف مدى ساعتين صباح الخير كابا فان الكلمة ليك